انه هو شو الازمه اللي بده يعمل حكومه اللي بده يعمل حكومه مش راي على انتخاب رئيس جديد للجمهوريه. فبيقول لك انه الحكومه الحاليه سترث صلاحيات رئيس الجمهوريه، واللي بده يعمل رئيس جمهوريه ما بده يعمل حكومه حتى لا تصبح قوة أساسية داخل هذه الحكومة. هلا هو المنطق انه اليوم الشغل يكون على رئاسة الجمهورية مش على الحكومة، بعد جمعتين بتصير كمان مجددا تصنيف اعمال فور انتخاب الرئيس، لانه كمان مش معلوم اذا انتخبنا رئيس جديد للجمهورية والله تتشكل الحكومة بعد الانتخاب مباشرة، كمان ممكن نفوت بعملية تصريف اعمال. في حكومة قائمة تصريف اعمال بتضلها تصريف اعمال. هذه الحكومة فاقدة للشرعية، هذه الحكومة مش ماخذة ثقة المجلس النيابي، في عندك انتخابات نيابية. أقرت موازنة دكتور هذه الحكومة؟ هلا صارت هلا فاقدة الاجتهادات والضرورات، أكيد فاقدة. شو بتنفع إذا صنفناها وهي تعمل وتقوم بأعمال؟ إذا انسحب منا التيار الوطني الحر. إيه. إذا انسحبوا فرقاء أساسي. ما انسحب لهلا. طيب إذا ما تشكلت الحكومة، نحن رايحين إلى محل أنه ممكن تيار الوطن الحر ينسحب من هذه الحكومة. أي. وسيبدأ التشكيك بهذه الحكومة بأنها فاقدة للشرعية ولا يمكن أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية. شو ممكن نرجع نفوت بحكومة بتراء ومنفوت بجدل، منفوت بجدل وبنقاش ومنفوت بمشكل له أول ما له آخر بسبب هذه الحكومة العرجاء. لا، روح نعمل حكومة بترث صلاحيات رئيس الجمهورية ولكن حكومة حائزة على ثقة المجلس النيابي الجديد. خليني أدخل إلى فاصل إعلان وبعده، يعني إذا هلقت في حرص على رئاسة الجمهورية، البعض يتهم اليوم حزب الله والتيار الوطني الحر بأنهم هن وراء تعطيل جلسات أو ما سيشهد من تعطيل انعقاد جلسات انتخاب، وأنه فلتحكم الديمقراطية من دون تعطيل النصاب. بعد فاصل إعلان. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ونتابع حوارنا مع الاستاذ في العلوم السياسيه الشيخ دكتور صادق النابلسي. دكتور، بس لانه في لغط وعم بيرجع اكثر من حدا عم بيسال على السوشيال ميديا، انه حضرتك قلت عنه انجاز وربما انتصار للاتفاق، فعم بيسالوك هل تؤكد وتعيد يعني التاكيد على انه انجاز وانتصار؟ شوفي، انا بلاحظ هذا الموضوع من خلال قراءتي للواقع الإسرائيلي وما يقوله الإسرائيليون. أي تراجع بنعمله نحن، هذا أي تراجع في وجه، يعني عندما ندفع العدو الإسرائيلي إلى تراجع، هذا بيكون انتصار وبيكون إنجاز. اليوم الإسرائيلي يشعر بالحراج من هذا الاتفاق، يشعر بالخسران، ويشعر بأن هناك من فرض عليه الاتفاق، لأنه نعم هن كانوا أمام خيارين، إما الحرب وإما التسوية والوصول إلى التفاهم. البعض يعني مثلا بعض المعلقين الإسرائيليين بيقول إنه طيب هلأ الأفضل أن لا نذهب إلى حرب، لأن هناك سيكون خسائر اقتصادية هائلة جدا، وأيضا سيكون هناك قتلى بالآلاف. الأفضل أن نذهب إلى تسوية وإلى تفاهم من أن نذهب إلى حرب. أصلاً داخل العدو الإسرائيلي ما في يقين بالانتصار فيما لو اندلعت الحرب. طيب لما تسمعي هيدي الأدبيات بتشعري أنه نعم أنت فرضتي على الإسرائيلي هذا التفاهم ودفعته إلى التراجع، هذا ألا يعد إنجازاً؟ ألا يعد انتصاراً ولو نسبياً؟ طيب بس حضرتك فرضت بأي وقت؟ يعني اللي كانت اللي فرض سابقاً أنه منع الإسرائيلي من الاستخراج في كريش، هيدا قوة انك تقول له ما فيك تضرب ضربه بكريش لانه في مسيرات وفي مقاومه ترصدك الى ان يبت بثروه لبنان. بس من بعد توقيع الاتفاق وتحرير كريش بشكل كامل، شو بصير في ورقه قوه بايدنا ونحن رحنا على الفوضى؟ فيعني اذا بدنا نقراها من هون، يعني يمكن العالم تقول لك يا دكتور انطر لك بس اسبوعين ثلاثه لنرجع نوصفه اذا انجاز ولا انتصار، لانه يمكن يكون فتنا بالمصيبه. يعني عندما ادفع العدو للتراجع هذا انجاز، حتى لو كان تراجع نسبي. انا اليوم اللي عملت بلبله داخل الكيان العدو الاسرائيلي، الكيان الاسرائيلي اللي عم بيقول انه نحن مقبلون على الكارثه. بدنا نسمع الأدبيات الإسرائيلية منيح لنعرف، لأنه كان واقف كريش، لنعرف أنه المقاومة شو عملت، أنه لبنان شو عمل.
ما حدا يقول انه والله هذا اللي حصلناه هو مش كل الحقوق اللبنانيه او مش كل المطالب اللبنانيه. خلينا نقول انه ماشي، نحن مسلمين انه هذه ليست كل المطالب اللبنانيه وليست كامل الحقوق اللبنانيه، انا مسلم معك، بس انا عم اقول داخل العدو الاسرائيلي ماذا كان يطلب؟ كان بده يوصل للخط هوف، كان بده يوصل يمكن للخط صفر. بس حتى نحن